استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الليضبية صباح اليوم سعادة السيد عبد الله بن راشد المديلوي سفير سلطنة عمان لدى المملكة، حيث تشرف بتسليم سمو رئيس الوزراء الدعوة لحضور حفل الاستقبال بمناسبة العيد الوطني 48 المجيد لسلطنة عمان الشقيقة. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار علاقات الأخوة والتعاون بين مملكة البحرين وشقيقتها سلطنة عمان، وبما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات بفضل تطلع البلدين للارتقاء بها نحو آفاق متقدمة تلبي طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين وترسخ ما يجمع بينهما من روابط تاريخية مشتركة. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمظاهر النهضة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تقوية أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفتح مجالات جديدة تخدم توجهات البلدين وسعيهما المشترك. من جانبه أشاد سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى المملكة بما يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام دائم بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، منوها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات العمانية البحرينية وما يشهد التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور.